لحظات نزول المطر. اللهم يسر أمورنا وفرج همومنا واكشف غمومنا ونفس كروبنا. اللهم إنا نتوجه إليك أن تعيننا وأن ترزقنا من حيث لا نحتسب. اللهم اغفر لنا ذنوبنا جميعها، دقها وجلها، سرها وعلانيتها، ما علمنا منها وما لم نعلم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات. اللهم فرج هم المهمومين، واكشف غم المغمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم نور لهم في قبورهم، ووسع عليهم قبورهم، ومد لهم في قبورهم مد البصر. اللهم نسألك أن ترفع الوباء والبلاء. اللهم ارزقنا زيارة لبيتك الحرام. اللهم احقن دماء المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم كن مع إخواننا في بلاد الشام وفي سوريا. يا ربي ليس لهم غيرك فأعنهم. اللهم اجعل هذا البرد والشتاء سلاما عليهم. اللهم ارفع راية المسلمين في كل مكان، واعلي من كلمتهم، وانصر من نصرهم، واخذل من خذلهم. أسأل الله أن يسعدكم يا رب، أسأل الله أن يسعدكم ويوفقكم في حياتكم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أسأل الله أن يكتب لكم كل خير. اللهم نسألك عيش السعداء وموت الشهداء، والحشر مع الأتقياء ومرافقة الأنبياء. اللهم نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجمعنا بسيدنا وحبيبنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى من الجنة.